نفس القصه كواليسك انت، عشان عارف ان انت عندك شويه حاجات لطيفه في الكواليس في الدرجه الثانيه. بص يا كريم، بس طبعا المحله معلش بس طبعا محتاج يعني محتاج اقول لك انه في حاجه يعني قول اللي ينفع يتقال. لا طبعا انا بقلق منك. قول اللي ينفع يتقال ارجوك. بص يا كريم، هو الدرجه الثانيه يعني يمكن انا ممكن اكون اشتغلت اكتر من ابراهيم شويه في الدرجه الثانيه، بحكم يعني ان المكان اللي كنت شغال فيه كان اوريدي بيذيع الدرجه الثانيه. بس انا عايز اقول لك على حاجه، ده بجد والله مش هزار، اللي ما اشتغلش درجه ثانيه فايته كتير جدا. يعني ممكن يكون مش قصدي ان دي خبراته، لا بس فايتك كتير جدا، لان فعلا متعه مش طبيعيه. انت بتروح يا كريم تحضر مباراه مثلا ديكيرنس والمنصوره والاثنين المركز ال11 وال9 في الدوري، مباراه ضرب نار، وديكيرنس والمنصوره فرق بينهم شارع. يعني فرق بينهم حرفيا شارع، والاثنين من نفس البلد، ماتش مش ممكن. ماتش مثلا المحله حقيقي بقى. لا 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 بقول لك يعني. احنا كمان انا بكلمك في الفتره اللي افتقد فيها الدوري المصري الجماهير، الحماس بقى بتاع ان انت تخش تلاقي فيه جمهور كتير مادي للاستاد ما بقاش موجود. انت بتروح مثلا ماتش البلديه والمحله انت مش فاهم حاجه. انت مش متخيل. انا عايز اقول لك انا في مره الاستاد مقفول والله بجد. في مره كنت داخل الملعب، فانا ايه يعني بحكم ان انا رحت كتير الملعب المحله، فالناس عارفاني، حتى يعني الناس اللي بتامن الملعب عارفيني، هم بيتغروش بتاع. فالناس اتفضل يا كابتن بتاع، فطبعا انا مبسوط جدا، مشهور بقى هناك قوي عادل امام هناك انت مش متخيل. فداخل في مره فواحد وقفني، بس واحد ما شاء الله يعني كان جسمه كبير كده، قال لي انت بتشجع المحله ولا الغزل؟ فانا بقى يعني فاهم، انا عمال ابص عليه عايز اشوف اي لوجو لاي حاجه. شو اللي هو مفيش يعني شو لوجو المحله؟ بتشجع المحله طبعا انت بتهزر. انا اصلا ما بشجعش ولا المحله ولا الغزل، ده جاي اغطي الماتش. لا انت هتقول المحله بقى تيجي في البلديه تيجي بغزل. ايوه المحله بتشجع البلديه ولا الغزل؟ فانا مش عارف اقول ايه. فقلت له بص انا ما يعني ما بشجعش. فقلت له انت تستهبل، انت مش بتشتغل في الرياضه؟ قلت له طب انا اسف انت بتشجع ايه؟ قال لي انا بشجع الغزل. قلت له انا كمان بشجع. قال لي طلعت بشجع البلديه. قلت له طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ بجد والله. فطلع بيهزر معايا الحمد لله. واحد يعني كنت مرعوب جدا. ماتشات مثلا يا كريم، يعني انا حضرت مره ماتش لسيرس الليان، وكان يعني هم دايما البلاد اللي ليها جمهور، يعني مثلا ايه الناس بتشجع المدينه بجد، يعني تلاقي جمهور سيرس الليان بيشجع سيرس الليان، تلاقي جمهور المحله بيشجع المحله بجد، الجمهور الاولمبي بيشجع، يعني الناس بتشجع المدينه قوي. ففي مره انا كنت في مباراه لسيرس الليان، وده كان اول حاجه انزلها في الدرجه الثانيه، كان بقالي كتير قوي ما بنزلش الدرجه الثانيه. فالمهم نزلت، ففي هم البيوت قريبه جدا من الملعب، حتى انت لو رحت الملعب هتشوف يعني في بيت بيتبني لسه، في سقف تقريبا كده يعني اخر دور مش معمول، ما تعملوش سور ولا حاجه. في حد قاعد على اخر دور حاطط كرسي وكوبايه شاي بقى وترابيزه وعمال يتكلم، بس هو بيتكلم صوته عالي جدا يعني جدا لدرجه ان الناس سامعاه في الملعب، وهو بيكلم الحكم، فالحكم يبص له ايه هتطردني ولا ايه؟ انا هموت بقى طبعا. وقاعد على سطح البيت صوته عالي جدا، يعني التعليمات بتاعته صوته اعلى من المدرب اللي هو بيتكلم بجد. فالماتش اللي بعديه هم راحوا لعبوا طبعا بره ملعبهم، الماتش اللي بعديه هيلعبوا على ملعبهم. انا عايز اشوف الراجل جدا، الراجل بقى انت مش فاهم، عامل حاله من البهجه مش طبيعيه وبيشجع بقى وبتاع. فانا قلت يعني طلبت من الناس في القناه ان يا جماعه بعد اذنكم طلعوني الماتش اللي جاي لسيرزيل. فهم دخلت الملعب يا كريم، ببص بعيني طبعا عايز اطمن على الراجل، لقيت قاعد فوق فعلا معاه اثنين ظباط وحاطين ترابيزه وبيشربوا شاي مع بعض عشان ما حدش يتكلم. يعني اللي هو خلاص بقى انت تعبت الراجل، هو مامن الدنيا، تعبت الحكم بقى، فما تعبناش تاني. فالدرجه الثانيه يا كريم فيها حاجات، هي قصص حلوه، قصص جميله جدا. وبعدين اللي ابراهيم اتكلم عليه، فكره فرحه الصعود والمعاناه بقى والخوف من الهبوط، انت بجد يا كريم بتشوف ناس لا بتشجع انتماء مش طبيعي، الناس بتاخد الموضوع يعني موضوع عصبيه وقبليه، واللي هو لا انا دي بلدي. فبيبقى الموضوع اقوى كمان من انك تشجع اهلي وزمالك بس. يا كريم كمان في نقطه، انت بتبقى مسافر في الماتشات دي، بتبقى مسافر 11 ساعه رايح بالعربيه و11 ساعه جاي، انت ما بتبقاش طايق نفسك ولا طايق الدنيا ولا طايق اي حاجه. تخش الملعب الماتش يخلص، بتشوف فرحه الناس دي، انت بتنسى كل حاجه، بتسجل معاهم ترجع. الله. يعني ماتش صعود الجونه ده كان في اسنا. اسنا دي على باب الملعب يافطة 80 كيلو اسوان. انا اليوم ده 36 ساعه في الشارع. نازل من البيت رايح اسنا، خلص الماتش ركبنا العربيه وراجعين من اسنا على البيت. بس انت الفكره كلها ان انت في يعني انت الماتش خلص وفرحه بقى الناس وفرحه اللعيبه وفرحه الجمهور اللي معاهم والتعب بقى، وكمان بيصعب عليك قوي كمان في الدرجه الثانيه دي بالذات لما فرقه تصعد، اول ما تصعد دوري ممتاز بيمشوا 80% من اللعيبه تقريبا. 80% او 70 80% من اللعيبه. ففرحه اللعيبه دي انت بتبقى قاعد شايف فرحه اللعيبه اللي هي صعدت وطلعوا دوري ممتاز، انت عارف ان هم وانت عارف ان هم ماشيين اصلا كمان شهر، صح هينزلوا تاني درجه تانية. انت عارف ان هم ماشيين كمان شهر. فهي لا بتبقى يعني بتبقى في حاجات كده ظلم بعض الشيء يعني، عشان برضو انا كفرقه طالعه الممتاز عايز انافس بلعيبه او مجموعه لعيبه تقدر تنافس على الممتاز، هو من حقه كنادي يفكر كده اكيد، بس هي بتبقى ظلمه ليهم اكيد نفسيا. بالتاكيد